احلى خبر معانا النهارده في الحلقه كلها. في الحلقه كلها ليه بقى؟ انا هتكلم عن خبر هو قصه، وهي قصه حلوه جدا وامر بيدعو للفخر وبيدعو للاعتزاز بجد لينا جميعا، وكمان بيكشف مدى اعتقد الانتماء والولاء للشباب المصريين علشان مصر وعلشان رفع اسم مصر. هتقولوا لي انا هوند ايه المبالغه دي، ما تخش في الموضوع. هخش في الموضوع. اللي حصل ان احنا كان عندنا بطوله عالم للكبار في الكونغ فو مقامه في امريكا، تمام؟ للاسف الشديد السفاره الامريكيه منحت التاشيرات للعيبه بس في شهر يناير اللي جاي. امتى البطوله؟ دلوقتي. السفاره ادتها لهم في يناير، فاللي هو ملهاش اي معنى يعني. على كل حال محدش قدر يسافر، وبالتالي مصر كانت هتخرج اصلا من المسابقه. طيب ده كان الوضع. الاتحاد بقى فكر في ايه على الصعيد التاني؟ الاتحاد فكر في حلول وما لقاش غير ان هو يلجا للعيبه المغتربين بتوعنا في امريكا وتواصل معاهم ووافقوا على الفور ان هم يمثلوا مصر ومش امريكا. اللعيبه بتوعنا دول المغتربين المصريين بيلعبوا باسم امريكا، هم عايشين هناك وبيلعبوا باسم امريكا وغيره، لكن لما تواصلوا معاهم وقالوا لهم انتوا بتحملوا الجنسيتين فانقذوا الموقف وابتدوا العبوا باسم مصر، وافقوا على الفور. حتى ما كانش فيه نقاش، ما كانش فيه حتى يعني موضوع، ما كانش فيه اسئله. واللي انقذ الموقف كمان، خليني اقول لحضراتكم اكتر، ان المدرب كابتن خالد محجوب المدير الفني كمان للمنتخب هو كمان حامل الجنسيه الامريكيه، وقام بتدريب اللاعبين اللي شاركوا في البطوله، وحضر بطل العالم السابق عندك تامر حسن كمان للحضور من نيويورك عشان يبقى مع اللعيبه. حاجه كانت بجد والله مشرفه جدا جدا جدا. ممكن اي حد تاني يقول لك يا عم وانا مالي، ما انا بقى انا بلعب باسم امريكا، انت هتيجي بقى دلوقتي تقول لي العب باسم مصر؟ يا انا بقالي عايش هنا 20 سنه انا بلعب باسم امريكا. لا فيش الكلام ده خالص. فالقايمه خليني، لان لازم نقول اساميهم، لازم نقول لهم شكرا، ومش شكرا عشان عملوا واجب او عملوا حاجه، شكرا لان الحس الوطني موجود، وشكرا لان احنا كمصريين في اي مكان لما بتحتاجنا بلدنا بنبقى موجودين، وشكرا لان انتوا بتفرحونا بالمشاركه دي حتى والله يا كريم ولو ما حصلوش برده على اي نتائج. كفايه ان هم يشاركوا وانقذوا الموقف. خليني اقول الاسامي لان لازم نقول اساميهم: احمد سمير وزياد مدحت، عبد السلام البطران، احمد علي، روبي حسام، واحمد مصطفى حافظ، وعادل عمر. عادل عمر كمان مش معاه الجنسيه بس هو حاول ان هو يتصرف، خليني اقول لحضراتكم، وسافر على حسابه لتايلاند من هناك عشان ياخد التاشيره، يعني حاول برده ان هو ما خدهاش من مصر، حاول يتفاعل او يحاول يجد حل يعني وراح تايلاند عشان يبقى في سرعه في الموضوع ده او يعني في التاشيره. المهم ان الاتحاد طلع بيان كمان عشان يتكلم عن الابطال دول وان هم تحملوا الكثير، سواء بنتكلم هنا ماديا او معنويا، عشان يمثلوا اسم مصر. الاتحاد كمان قال ان هو مش فارق معاه النتائج، لكن فارق معاه ان هو عنده شباب محب الوطن ولما احتاجه لقاه. فبجد بجد انا يعني سعيده، واعتقد كلنا لما نسمع حاجه زي كده لازم نكون سعداء، وتحس كده ان حاجه حلوه ان حتى الشباب المغترب الحته الحس الوطني موجود، ما فقدوش. ده مهم جدا يا كريم. جدا جدا جدا. وعلى فكره وانت بتتكلمي وبتحكي تفاصيل الموقف اللي حصل ده، انا سرحت في ايه بقى؟ النقيض، الناس اللي عملت كل اللي تقدر عليه عشان تهرب من جنسية بلدها وعشان تلعب الرياضة اللي هي يعني بيلعبوها في دول أخرى وتحت مظلات أخرى وتحت جنسيات أخرى. فالحقيقة لا، المصري الحقيقي جدعنته بتبان في النوع ده من المواقف. وأنا من نفسي مش متفاجئ قوي الحقيقة، يعني عارف إن إحنا عندنا دايما الحتة دي حتى لو كانت مختفية في وسط تفاصيل كتير، لكن عند اللزوم المصري الجدع بيبان. بيطلع. أنا بتفق معاك جدا.